بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله اخواني واخواتي الاعزاء. اليوم راح نكمل بحوثنا في السيجنال ترانزكشن باثوي. في الدرس السابق تكلمنا على الابنفرين وشلون انه يعطي اشارات من خارج الخليه ويسوي تغييرات داخل الخليه، وذكرنا في الدرس السابق بان كلمه ترانزكشن باثوي سيجنال ترانزكشن معناته بان الهرمون ما يدش داخل الخليه، لا يبقى في خارج الخليه على غشاء الخليه ويسوي عمليه ترانزكشن سيجنال ترانزكشن داخل الخليه، وبالتالي يصير في تغييرات داخل الخليه. في هذا الدرس راح نتكلم عن الانسولين سيجنال ترانزكشن باث واي. في الدرس هذا شوي الباث واي للانسولين راح يكون اكثر تعقيدا، على اساس ان الانسولين في له يسوي اشياء كثيره داخل الخليه. في البدايه لازم نعرف بان سكر الدم إذا ارتفع في الجسم خصوصاً بعد تناول الوجبة راح يرتفع عندنا سكر الدم. سكر الدم إذا ارتفع راح يعطي تحفيز للبنكرياس، وتحديداً في الخلايا البنكرياس البيتا سيلز، لإفراز الأنسولين. الأنسولين يتم إفرازه عشان يخفض سكر الدم، وهذه العملية تتم عن طريق المساعدة على إدخال الجلوكوز في الدم إلى داخل الخلايا. في هذا الدرس راح نشرح شلون يتم ذلك. أول شيء لازم نعرف بأن الأنسولين له مستقبل خاص في الخلايا يسمى بالأنسولين ريسبتور. هذا اللي نشوفه على شكلين، على لونين، اللون البرتقالي واللون البني. فإذا هذا هو الأنسولين ريسبتور، وهذا هو غشاء الخلية، هذا خارج الخلية الإكسترا سيلولر، وهذا داخل الخلية السيتوسول، وهذا عندنا المستقبل. مستقبل الإنسولين عبارة عن جزئين، جزء يكون خارج الخلية بروترود انتو إكسترا سيلولر، وعندنا جزء داخل الخلية وسبان في من الخلية إلى داخل، من غشاء الخلية إلى داخل الخلية. الجزء اللي يكون خارج الخلية يسمى الألفا يونت. فإذا عندنا 2 units لمستقبل الإنسولين، وعندنا الجزء اللي يكون بالبني يسمى بالبيتا يونت. الحين في الجزء اللي يكون في البيتا يونت عندنا إنزيم يسمى بالبروتين تايروسين كاينيز. هذا الإنزيم يكون غير فعال، مجرد ما الإنسولين اللي هو هذا الإنسولين يتحد بالمستقبل يصير في activation للي المستقبل. مثل ما قلنا إذا سكر الدم ارتفع الأنسولين يرتفع، فالأنسولين يجي ويدش وين؟ داخل المستقبل. المستقبل الألفا يونت نشوفه على شكل مثل كماشة، والبيتا يونت أيضا على شكل كماشة ولكن من الأسفل. فبعد ما يدخل الأنسولين إلى داخل المستقبل راح يسكر الألفا يونت على هرمون الأنسولين. إغلاق الأنسولين المستقبل للأنسولين راح يخلي البيتا يونت أيضا يسكر، وتسكيرة البيتا يونت تسوي عملية أوتوفوسفوريليشن، وهذا يتم عن طريق داخل البيتا سيلز، فيصير عندنا أوتوفوسفوريليشن، تمام؟ فتسوي اكتيفيشن للمستقبل. فمجرد ما يجي الانسولين ويدش داخل المستقبل ويسكر على يسكر المستقبل على الانسولين، والبيتا سيل كذلك يسكر، فيسوي ريكونفيرميشن، يصير عمليه ريكونفيرميشن اعاده تشكيل للمستقبل، فيصير اكتيفيشن. فالحين عندنا المستقبل تفعل، صار فعال. عاد تصير عمليات من بعد تفعيل هذا المستقبل راح نشرحها الحين تبعاً. بعد ما يتم تفعيل مستقبل الانسولين، الانسولين ريسبتور، في عندنا شيء اسمه IRS. IRS stand for insulin receptor substrate. اوكي، هذا IRS عبارة عن انسولين ريسبتور substrate. شاور السبيلنج يكون صح.
فعندنا هذا الانسولين ريسبتور، طبعا في انواع اي ار اس 1 اي ار اس 2 ما لنا شغل فيهم، احنا كلامنا بالنسبه للانسولين هنا عندنا الاي ار اس 1. هذا الاي ار اس يتحد مع الفوسفوريليشن، لان اذا صار ريكونفورميشن وريفوسفوريليشن حق البيتا سيل في المستقبل راح يكون في عندنا تايروسين ريزيدوز، تايروسين ريزيدوز اللي داخل واللي خارج اللي هو بالبي بي. هذه التايروسين ريزيدوز بتسوي مثل افينيتي، تسوي اتراكشن، يعني تسحب الاي ار اس، الاي ار اس يلتحم مع المستقبل. بعد ما يلتحم الاي ار اس بالمستقبل يصير ايضا فوسفوريليشن لاربع اجزاء للاي ار اس. طبعا الاي ار اس ما يسوي اكتيفيشن لاي ماده داخل الخليه، وانما هو عباره عن ادابتر، ادابتر لشيء ثاني، لبروتين ثاني يسمى فوسفو إينوسيتايد 3 كاينيز. فاذا عقب ما يصير فوسفوريليشن للاي ار اس يسوي اتاتشمنت، يسوي لنا مثل فوسفوريليشن او يسمونه دوكينج سايت، يسوي مثل دوكينج سايت، مثل جهات او مثل جانب، الجانب هذا يجذب البروتين اللي هو نشوفه باللون البنفسجي. فالبروتين هذا يلتحم مع الاي ار اس، فتنتقل الاشارات من الانسولين عاد الى البروتين هذا. هذا البروتين مثل ما قلنا اسمه فوسفوينوسيتايد 3 كاينيز. هذا البروتين وظيفته يسوي فوسفوريليشن حق البيب 2. شنو يعني البيب 2؟ البيب 2 هو عباره عن فوسفوليبيدز، دهون موجوده في السيل ممبرين، في غشاء الخليه. هذا نوع من انواع طبعا الفوسفوليبيدز. بيب 2، بيب 2 طبعا ستاندز فور، يعني اختصار لفوسفوتيدل انوسيتول 4-5 دايفوسفيت. هذا البيب 2 عباره عن اثنين فوسفيت ملتحم فيها. طبعا البروتين كاينيز هذا يسوي فوسفوريليشن للبيب 2 فيحول البيب 2 الى بيب 3. بيب 3 اللي هو فوسفوتيدل انوسيتول 3-4-5 تراي فوسفيت. بعد ما يعطي يعني ذرة فوسفيت للبيب 2، البيب 2 يصير بيب 3. البيب 3 طبعا راح ينتقل من داخل غشاء الخلية ويوصل الى هذا المكان. طبعا بعدين يسوي اكتيفيشن لهذا البروتين المهم اللي راح نتكلم عنه وايد اللي هو الـ AKT. فاذا البيب 3 يسوي اكتيفيشن للـ AKT. بالمناسبة الـ AKT هو اختصار لبروتين كاينيز P. يمكن احنا سمعنا في الدرس السابق بالأبينفرين كان عندنا بروتين كاينيز A، في الانسولين عندنا بروتين كاينيز B او يسمى بالـ AKT. بعد ما يتم اكتيفيت للـ AKT طبعا راح يتم عملية سحب الجلوكوز الى داخل الخلية، عملية اكتيفيشن لإنزيم يسمى اللوز جلوكوز تو انتر ذا سيل، فراح يسمح لدخول الجلوكوز الى داخل الخلية، راح نشرح شلون يتم ذلك. وكذلك الـ AKT يسوي فوسفوريليت انزيمز ذات سينثيسايز جلايكوجين، يعني يسوي عملية فسفرة للإنزيمات المسؤولة عن صناعة الجلايكوجين اللي هو تحويل الجلوكوز إلى جلايكوجين. الجلايكوجين قلنا احنا مخزون الجلوكوز أو الكربوهيدرات في الجسم. هذا الدرس باختصار، وهذا دور الإنسولين. الموضوع أطول من كذي وأكبر من كذي، ولكن هذا الموضوع باختصار. فإذا أنا بنلخص هذا الموضوع احنا نقول إن الإنسولين عندما يرتفع طبعا سكر الدم البنكرياس يتم افراز الانسولين، الانسولين يروح الى المستقبل الخاص له ويلتحم. احنا طبعا هذا المستقبل مال الانسولين يختلف عن مستقبل الابينفرين، احنا قلنا بالابينفرين عندنا الجي بروتين، اما في الانسولين لا، احنا عندنا الانسولين ريسبتور اللي يحتوي على جزئين الفا يونت والبيتا يونت. فعندما يصل الانسولين الى الالفا يونت، الالفا يونت يسكر على الانسولين، اذا سكر على الانسولين البيتا يونت يصير له auto phosphorylation فيصير activation للمستقبل. إذا صار activation للمستقبل راح يجذب مادة أو مادة تسمى الـ IRS. هذا الـ IRS راح تصير له عملية phosphorylation،
وتصير جذابة لبروتين يسمى فوسفوينوسيتايد 3 كاينيز. هذا البروتين يسوي فوسفوريليشن للبيبتو ويحوله إلى بيب 3. بيب 3 يسوي اكتيفيشن للبروتين كاينيز بي الـ AKT. طبعا عقب ما يصير اكتيفيشن للـ AKT راح يتم استقبال الجلوكوز إلى داخل الخلية. عاد يا أما هذا الجلوكوز يتم استخدامه كطاقة في عملية الجلايكوليسيس، أو ممكن يتم تحويله إلى جلايكوجين في العضلات أو في كذلك أماكن أخرى في الكبد. فإذا إذا بنلخصها، إذا الـ IRS يصير من active إلى active، من inactive إلى active. بعد ذلك الـ IRS يحول الـ PEP2 إلى PEP3 عن طريق الـ phosphoinositide 3 kinase. ثم بعد ذلك الـ PEP3 يسوي inactive، يحول الـ AKT من حالة الـ inactive إلى حالة الاكتيف. هذا تمام الكلام في درس الانسولين. الموضوع وايد معقد بس خلصناه بوقت زمني قصير ولخصناه بطريقه افضل، وان شاء الله تابعونا بالدروس السابقه القادمه ودروس اكثر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.